هنبدأ نتكلم عن الحياة اليومية في مصر الرومانية. احنا عندنا قاعة بتتكلم عن الحياة البطولية وفيها ماستر بيسز كتير على الخطوة الرومانية. أول حاجة أنت عندك هنا يعني فن الكهينة بتتكلم على شكل البيوت والمنازل الرومانية. البيوت والمنازل الرومانية تطورت بشكل كبير جدا. في البداية كانت صغيرة، الصغيرة بتتكون من حجرة أو اتنين القرن الرابع والثامن قبل الميلاد، وكانت السقف بتاعها عبارة عن مجموعة من الزوار والأشجار جنب بعض نفس الشكل أو نفس الفكر المصري، كانت بيوت بسيطة. بعد كده تطور شكل عمارة المنازل بشكل كبير جدا جدا في الفترة الرومانية، وأصبحت المنازل الرومانية تتكون من أكثر من حجرة. تمام؟ أول حجرة مثلا على سبيل المثال، إحنا مش شرط إن إحنا نبقى عارفينها كلهم، أدي حاجة حجرة مثلا اسمها حجرة الأتريوم. حجرة الأتريوم هي الحجرة اللي بتبقى عادة السقف بتاعها من غير سقف، سواء كانت السقف بتاعها فلات أو في بعض الأحيان بيبقى زي سقف مقبل بس في النص بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه كده فتحة لتجميع مياه الأمطار المختلفة، ومياه الأمطار دي أنا كنت بستخدمها بقى للأغراض اليومية. خلاص؟ بالظبط كده. وللفنتيليشن لتهوية البيت نفسه، مع ملاحظة طبعا فرق درجات الحرارة ما بين مصر وروما. هنتكلم على مكان التهوية بتاعته أفضل، درجة الحرارة أقل شوية. تمام؟ أقل كتير. أوكي؟ عندنا حتة اسمها تبريد، ودي كانت غرفة في البداية كانت عبارة زي غرفة المكتب، بتبقى مكان للاستادي، بعد كده أصبحت في بعض الأحيان بتستخدم ك يعني بدروم أو مكان كغرفة للنوم. وعندنا غرف النوم مختلفة المسمى، سواء كانت دبل روم، دبل روم أو سنجل روم، في بعض الأحيان يبقى فيها سرير أو أكثر من سرير. عندنا التريتلينيوم، والتريتلينيوم إحنا تطرقنا قد كلمة التريتلينيوم قبل كده، اللي هي غرفة المقابر أو غرفة المأدبة، الدايننج روم، اللي هي غرفة السفرة عندنا، غرفة السفرة. دي اللي كان الناس بتجتمع فيها عشان تاكل، وعادة بيبقى فيها بنشز، في بعض الأحيان بتاخد الإيه؟ شكل اليو شي، وشفنا أشكال التريتلينيوم بعد كده في العمارة. تمام؟ دايما وعادة البيوت خصوصا البيوت اللي هي بتبقى كبيرة وبتاعت الوالسي بيبل بيبقى فيها جاردن. خلاص؟ والجاردن بيبقى فيه بيسينة، بيسينة اللي هي زي نافورة. خلاص؟ أعتقد في شكل من أشكال النوافير موجودة، شكل البيسينة ده موجود في كل الشقق اللي حتى بتكون نفسه في الأوبن إير والميوزيوم. خلاص؟ وبالإضافة طبعا بيبقى فيه كيتشن. زي ما بنشوف مثلا في منطقه كوم الدكه، في بعض البيوت بيبقى فيها الوالسي قوي، بيبقى فيها برايفت باثرومز، والناس العامه اللي هي بيبقى فيها بابليك باث، ودي استمرت او فكره الحمامات العامه استمرت بعد كده حتى في مصر فبعد انتشار المسيحيه وبعد دخول الاسلام لمصر. اوكي؟ ده كان مفهوم؟ طيب يبقى after leaving the house of the Roman emperors or the statues of the Roman emperors, we now enter the place where we can find different pieces displaying. يعني ايه displaying؟ بيعرض displaying the daily life activities in the Roman period. The first thing is the shape or the design of the Roman house. And as we said before, the Roman house developed from the 8th century BC. It was a small house, one or two rooms, with a roof of different wooden beams. And after that, it continued to be developed, more confiscated, more very diverse in its number of the rooms by the first and second century AD. We have the first, the atrium, and the atrium was a place for an reception area at the beginning, having an opening in the roof. And this opening was used for two things, two main things. Ventilation, okay, for ventilating, يعني ventilating, التهوية. And also for connecting the different rain waters, and the rain waters were used after that in the daily life activities. We have also the tablina, and it was first used as a study room, and after that it was used as a room for sleeping or sleep. Oh, and we have also different shapes of double rooms, single rooms, as bedrooms. We have also the triclinium home, and what is the triclinium? It's the dining room, the most spacious. And it was used for dining, for gathering the members of the family. The Roman houses, especially the wealthy one, had gardens having a piscina or a fountain in the middle for some sort of recreation, and also it has also a kitchen. And we have also a peristylium. What is a peristylium? It's a court like the
بطرس كولونيتس. بريستيليوم معناها فيها اعمده نفس شكل الاتريوم بس بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كولونيتس، هي واحده كولونيتس واحده غير كولونيتس، شايفينها؟ اوكي؟ ده كمفهوم؟ طيب تعالوا كده هنا قولي انيليشن، ده مجرد محاكاه لشكل الايه؟ البيت اليوناني، عشان في ناس بتعتقد ان ده يعني التصميم ده اثري، لا هو عاملين محاكاه للبيت اليوناني او الروماني، وحاطين فيه بعض القطع الاثريه زي القطعه دي، هي عباره عن فيونري سلاب مستخدمه لتخطيط اللوكل يوز. عندنا الجزء ده والجزء ده هي عباره عن فيونري ليت، وصف البيتشر ان هو بيمثل احد الرجال بشكل بوم. احنا قلنا ان هو عاده الجريك رومان بيريود بيمثل اكتر الرياليزم، الشكل الحقيقي للشخص، تمام، وهو لابس الملابس اليونانيه التقليديه، بالاضافه اللي هو ماسك في ايده ايه؟ فلاورز، يعني او واحده ماسكه فلاورز بعض الزهور، والايد الثانيه ماسك حاجه هي انيه من اهم الاواني اللي كانت تستخدم للنبيذ او الشغل النبيذ، اللي هي اسمها كانفاروس. اسمها ايه يا شباب؟ كانفاروس. اوكي؟ سو وي هاف هير ان ايميتيشن اوف ذا رومان هاوس، اند ذيس از ا فيري يونيك بليس ان ويتش ديفرنت بيسز and false doors, coffin lids, lids were placed in this shape in order to give the viewer the atmosphere of the Roman house. For example, we have this one. This is a funerary lid dating back to the Roman period, the 2nd century AD. It represents the owner of the sarcophagus or the owner of the deceased himself, with bald features, wrinkles over his forehead and around his mouth, revealing his middle-aged or he's an old man. And he is wearing the traditional customs, and also he is holding the flowers in one hand and one of the vessels or one of the drinking cups, the famous drinking cups for wine during that time, which is called a canfor. ماشي؟ ده كمفهوم عديد، هي بترجع للعصر الروماني، وكانت محفوظه او ديسبليت قبل كده في المتحف القومي، مش عارف كل حاجه في المتحف القومي ولا لا. هي بدات المدوسه دي كانت اكتشفها في اسكندريه من خلال جون ايف امبريم، ويقال ان هي كانت تزين احد البيوت الرومانيه. الجزء اللي في النص دوت شايفين ايه؟ تعالوا قربوا كده شويه بس ممكن تدخلوا على شايفين مين اللي في النص؟ المدوسه. طبعا احنا يعني هنتكلم بريفلي قوي عن المدوسه. المدوسه كانت عاده هي شخصيه وان اوف ذا جورجونز، احد الجورجونات الثلاثه اللي حبت بوسايدون وقابلته في معبد اتينا، وعلشان كده اتينا عاقبتها وقطعت راسها، وبيرسوس قطع راسها واداها لاتينا كنوع من انواع الجفن، واصبح هناك لعنه ان كل واحد يبص للميدوزا. كانت احلى الاخوات الثلاثه، ولكن نتيجه اللعنه دي ونتيجه انتهاك حرمه معبد اتينا تحولت هناك لعنه ان شعرها الحرير دوت تحول لتعابين، واي حد يبص لها بتحول لحجر. طيب قصه الميدوزا كديانه بتنفعنا في ايه؟ لان هي احنا بنلاقيها اولا على الشينز، فاكرين المثال بتاع ماركوس اوريليوس ميدوزا، لازم يبقى فيه ميدوزا. على الشينز دروع المحاربين بنلاقيها برضو على السرقافي، خلاص على واجهات التوابيت، خلاص بتكون الشقافه. ليه القصه دي؟ القصه دي علشان اعتقادهم ان العدو لما بيبص للميدوزا هيتحول لحرب. اوكي؟ طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه برضو بنركز عليها الجزء اللي في النص اللي هو الاوبس فيرميكيلاتو. اتكلمنا عن الاوبس فيرميكيلاتو قبل كده، اللي هو ان انا بصفى الماده الخام بتاعه المزج. قلنا الماده الخام المستخدمه اسمها ايه؟ تسيرا. بس انا بصفى الماده الخام التسيرا ديت اللي هي قطر صغير جدا 4 ملم او 3، بسيطه قوي، علشان وانا هنا واقف احس ان هي رسمه الجزء اللي في النص بس، شايفينها؟ احس ان هي مرسومه مش محطوطه، عباره عن احجار جنب بعض. ده تعتبر اكيد مهاره من الفن. لو بصينا كده هتلاقوا بعد كده بيوتش بوردر اللي هو شكل الضفيرة، وبعد كده شكل الدائري بياخد شكل بلومين فلاور، الوردة المتفتحة. ناس كتير قالت لك شكل بلومين فلاور دوت هو عبارة عن شكل شيت، هو درع، هو في الأصل إيه؟ درع. وإزاي بقى في شكل الهارت، والحقيقة شكل الهارت دوت كان برضه من الأشكال المحببة جدا، سواء في الزخرفة سواء في العمارة. إحنا عندنا تيجان أو أعمدة بتاخد شكل الهارت، واحد منهم بقايا عمود موجود قدام مقبره تجراه، بتاخد شكل ايه؟ الهارت.
اذا اشكال البارت دي او شكل البارت سواء العماره او الفن ده من الاشكال اللي بتستخدم كعنصر ثقافي. كما مفهوم؟ طيب This piece is one of the most finest examples of mosaic pieces in our museum. It was previously displayed in the National Museum of Alexandria. It was discovered by Jackie Emperor in Alexandria. Dates back to the Roman period. And it might be a part of a mosaic pavement covering one of the Roman houses, we don't know. Okay, in the central part, we can find the head of the Medusa. And as you know, the Medusa was one of the Gorgons. She loved Poseidon and she met him in the temple of Athena. Because of desecrating, يعني desecrating حرمة المعبد, the temple, there was a curse that her beautiful silky hair is turned into snakes. And everyone looks to her is turned into stone. Okay, and therefore, this is the reason behind displaying the Medusa on the shields of the warriors, on the facades of the sarcophagi, on the aegis and the armors of the Roman emperors that we found in the armor of Marcus Aurelius. Okay? And it was also made according to the Opus Vermiculatum style. Opus Vermiculatum is the finest examples of mosaic. Is the finest examples of mosaic in which the diameter of the tessera are reduced into 4 millimeter, 1 millimeter, to a very tiny shape in order to imitate painting, as if you are looking to a to painting. And this piece was only made by the master artist. The rest of the pieces might be made by other more humble artists. ممكن يبقى أقل مهارة فنانين تانيين بيعملوا أجزاء خارجية. The head is circled with a Gucci model, a blooming flower. The petals of the blooming flower is in red, white, and black. And it might be a cheek, we don't know. And in the four corners, you can find the shape of the heart. The heart was one of the favorable decorative motifs used in the Greek and the Roman period.